نصبح عليكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ودلوقتي نروح لزميلتنا لميا ونعرف منها أسعار الذهب والعملات. لكن قبل ما نعرف يا لميا أسعار الذهب، قولنا بقى إزاي بتربي ابنك وإيه الحاجات اللي أنت بتحبي تزرعيها فيه؟ مصبح عليك أحمد وجمانة وعلى كل مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير على كل الناس النهاردة. عايزة أقول لك أنه يعني من خلال قراءاتي المختلفة عرفت أنه الأطفال في سن يعني لحد سن 7 سنين بتتبني شخصيتهم، والانطباعات أو الطباع بتتكون في شخصيتهم من خلال البيئة المحيطة فيهم. عشان كده يعني ما ينفعش تزرع في ابنك صفة هي أصلا مش موجودة فيك، هو أصلا مش شايفها. ما ينفعش تبقى عاوزه طفل صريح وشايف بابا او ماما مش صرحه. لكن الصفه اللي نفسي تتبني في ابني وتفضل معاه مكمله باقي العمر انه ما يبقاش كذاب، انه يبقى صادق. البني ادم الكذاب او الطفل الكذاب ممكن يعمل اي حاجه وحشه في الكون. صحيح. فهي دي اكتر صفه بحاول اخلي ابني يعني يتربى عليها، انه حتى لو غلط يعرف يقول انا اسف، يعرف يعترف بخطئه. يعني دي اكتر صفه نفسي جدا. لا يمكن كمان احنا الاهالي احيانا واحنا صغيرين كان في حتى كذبه يعني بيضه، كنا حتى احنا يعني بنشوفهم قدامنا لما حد مثلا يتكلم في التليفون مش عايزين يردوا، اقول له مش موجود. دي كذبه على فكره، والطفل بيتعود على ده بعد كده. صحيح، انا بحاول اعمل غير كده بس هي يعني فرطت منه شويه، بقى بيحكي لي كل حاجه كل حاجه بتحصل، يقول لي ماما حصل كذا. ده حلو، كل دي حاجه حواليك. دي صراحه لا 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 دي صراحه ما تحطيهاش فتنه، حطيها في تحت بند الصراحه يعني. دي حقيقة. ربنا يكرمك يا لميا وتفرحي بيه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله.